للحديث أكثر عن أوضاع النازحين في العراق بعد قرار إغلاق المخيمات وإجبار النازحين على العودة قسرا، ينضم إلينا السيد علي القيسي رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق، ينضم معنا عبر الهاتف من برلين. مرحبا بك أستاذ علي القيسي. بداية، كيف ترى قرار الحكومة في بغداد إعادة النازحين قسرا بعد إغلاق المخيمات؟ الحقيقة أنه الحكومة لديها دوافع يعني أخرى لا تخص النازحين. الدوافع هذه أن المنظمات الدولية والجهات حتى الجهات الدولية مانحة توقفت عن تزويد المخيمات للدعم المالي بسبب اكتشافها بأنه الأموال التي قسمت لإعادة الأعمار أو حتى لدعم اللاجئين بالمخيمات كلها تم الاستيلاء عليها من قبل جهات حكومية. الكل يعلم بأنه يعني قضية أعمار اللي دمرتها خصوصا في موصل والأعمار وصلاح الدين تحتاج إلى أكثر من 50 مليار حسب تقديرات منظمات دولية. الحكومة العراقية خلال هذه الفترة يعني خلال 5 سنوات لم تقدم أي حل لهذا الأمر، حتى لم تعطي تعويضات للنازحين أو تعويضات للعائدين أو للبناء، توقفت عن كل واجباتها اتجاه هؤلاء الناس. لماذا الآن قرار إغلاق الحكومة؟ لماذا جاء الآن هذا القرار؟ هذا القرار جاء الآن بسبب ضغوط دولية، لأنه مسألة المخيمات أصبحت يعني علامة فارقة بالنسبة للحكومة العراقية وحتى للنظام السوري. هناك يعني قلق دولي من وجود هذه المخيمات، الناس اللي يعانون معاناة كبيرة. كان على الحكومة العراقية أن تقدم حلول لهؤلاء الناس حتى تعيش. من لا يرحب بعودة النازحين؟ كلنا ندعو إلى عودة النازحين إلى مدنهم وديارهم، لكن كيف يعودون إلى منظومة الأمن والصحة والتربية والتعليم فيها مهار انهيار تاماً؟ يعني هذا التردي لا الإنسان أن يأمن على حياته إذا كان باقي غير نازح، فما بالك بالعائد؟ المشكلة دائماً الحكومة جزء من المشكلة. نعم. طيب كل الملفات الاعتقال أو النازحين، نعم، الحكومة جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. أستاذ علي، بعض النواب تعليقاً على القرار قالوا أن حكومة الكاظمي لم تدرس أوضاع النازحين، ومثل ما تفضلتم أيضا يعني هناك لا يوجد بيئة آمنة لعودة النازحين إلى مناطقهم، الحكومة لم تسعى إلى توفير ما يلزم من أجل عودة هؤلاء إلى مناطقهم. إذن الآن أستاذ علي، ما هي الخيارات المتاحة أمام النازحين الآن بعد هذا القرار؟ يعني الخيارات أمام النازحين خيارات قليلة الآن، يعني حسب ما نتواصل مع الجهات هناك يعني ناس الميسوقين الخيرين يحاولون يقدمون ما يستطيعون تقديم لهؤلاء الناس، لكن نتحدث عن ملايين، يعني نتحدث والعائدين الآن يعني للعلم يمثلون 50% من النازحين. هناك نازحين يعني ما موجودين المخيمات، وهذا الذي كان على الحكومة العراقية أن تشكل مختصة تدرس أحوالهم وتتابع أحوالهم، توفر لهم مبالغ مالية، توفر لهم دفعات مالية، توفر لهم على الأقل يعني ملاذات آمنة. الآن الناس يشعر بالخطر على نفسه أكثر مما كان في الخير. يعني كما يعني تعلم البعض يقول أن يعني ملف النازحين شابه الكثير من الفساد، وكل الأموال التي خصصت للنازحين ولكل متعلقات النازحين تمت سرقتها وتعرضت للفساد أيضا. هنا أستاذ علي، من وجهة نظرك، نعم، إلى أي مدى يمكن للمنظمات الدولية أن تتدخل لإنقاذ النازحين؟ المنظمات الدولية يعني الآن هي الجهة الوحيدة التي تتابع وتراعي النازحين حقيقة، المنظمات الدولية من خارج العراق، لأنه المشكلة الآن لا توجد جهات يعني حقيقية يعني حكومية في العراق تنسق معها. عودة النازحين يحتاج إلى تنسيق أمني، وهذا يعني
يلزم المنظمات الدولية على أن تتعامل مع ما تسمى بالحكومة. أي هي الحكومة والميليشيات تعتبر هؤلاء الناس، يعني خروج هؤلاء الناس وتشردهم تعتبر فرصة لها من خلال يعني استفادتها من التغيير الديموغرافي أو المكاتب الاقتصادية اللي تابعة للميليشيات الآن استولت على معامل وبيوت وأراضي وصالح هؤلاء الناس. شكرا لك أستاذ علي القيسي، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق، كنت معنا عبر الهاتف من برلين.